عندنا مشكل بتاع نقص في التكامل في البروفيل بتاع اللعيبه. مثلا عندنا كثير لاعبين اجنحه، وهناك مواقع اخرى تلقى فيهم يعني ربما لاعب فقط او لاعبين. ربما اذا كان من المصلح، كان كنا نتمنى يكون فيه تدعيم خصوصا في خط الدفاع، لانه يعني مثلا إذا كان في وسط الدفاع، إذا كان يتصاب بلاعب ويخرج، ما عدا لاعب طرخات ما عنديش لاعب ثاني تقريب في. لكن أنا نكذبكم، إن النادي حاول يعني يجيب لاعبين، لكن في آخر منهم لاعب وجداوي أنا طلبته شخصيا هركاس، وجلسنا معاه في آخر وقت فضل يعني نادي الوداد. رغم احنا ما فيناش تعليمات باش نتاخر في كرة قدم، لما فريق في على ميدانه يكون متاخر في النتيجة باش يدخل بقوة كبيرة جدا، باش يحاول يعني يذل الفارق في النتيجة. كنا محتاطين، لكن طلبنا من فما يعني تصرف في المباراة وتستبق افكار زميلك اللي هو صديقي اخ فوزي جمال، فتستبق الافكار يعني كيفاش نقولوا تي امورتي هذاك الانتوزيازم تاع الفريق، وبعد تكمل يعني في الهجوم. لكن تقول لي سجلنا على اخطاء، ما سجلناش على اخطاء. احنا يظهر لي رانا ميتريزي لي ماتش طولا وعرضا، ربما بدايه الشوط الاول، وبعد يعني ما نظنش كان